بويندو كوزميد اليوم رح نحكي عن موضوع طبي تجميلي وهو الجراحة لما بيضطروا بسبب السمنة الزائدة مع دكتور عصام مطر. أهلا وسهلا فيك. حضرتك بالبورد الأمريكي لأمراض البدانة والجهاز الهضمي ومرافقك دكتور علي خليل اختصاصي بالجهاز الهضمي والتنظير. اليوم رح نحكي عن السمنة بشكل عام، ليه ضروري ببعض الأحيان أنه تنعمل العمليات الجراحية وشو هالاختراعات الجديدة يلي عم بتكون موجودة بالسنتر ببادي شايبين كلينيك بكمان التعاون مع مستشفى الخوري. خلينا نبلش بالأول بالسمنة، مدى انتشار هالمرض اليوم صار يتسمى مرض ما هيك الأوبازيتي؟ أول ما عرفتوا على الموضوع قلت أنه تجميل، السمنة بطل التجميل صارت مرض. طيب. عرفة بالأمم المتحدة بالجمعيات الطبية الأمريكية الجمعيات الطبية العالمية It's a disease. It's a مرض ممكن يعمل شغلات كتير، مش بس المرض بيقولوا القلب والضغط والسكري، لا حتى ممكن يعمل سرطان، ممكن يعمل أمراض المفاصل، أمراض عيون، أمراض دماغ، أورام بالدماغ. السمنة مرض فيجب معالجته، مرض وبيخلق أمراض كتيرة كمان معه، يعني بتصير القصص متشعبة كمان أكثر. طبعا يعني في هيك الشكل أيضا. المشكلة وين؟ إذا بتطلع على الإحصائيات من الستينات من القرن الماضي، نسبة السمنة بالعالم لنأخذ أمريكا لأنه هي كانت تقريبا 10%، وبلشت تتصاعد ورا السبعينات ثمانينات تسعينات، هلأ وصلت السمنة المرضية وصلت تقريبا لل 35-40% ببعض الولايات. بشكل عام بامريكا السمنه بين ال 30 لل 35% يعني رح تصير نص السكان بعد شوي. ولبنان يمكن علي بيقدر، دكتور خليل بيقدر يعلق على الموضوع اكثر مني، هو بلبنان اكثر، ف بعتقد بلبنان يمكن علي بلبنان عم بتزيد كمان. صار في دراسه عم نحكي اللي احنا بدنا نفرق بين زياده الوزن بين الثمنه والثمنه المفرطه او الاوبيزيتي موربيد او الموربيد اوبيزيتي. في الاوبيزيتي في الاوفر ويت. بلبنان صار في دراسه عن الثمنه بشكل عام مش زياده الوزن، تقريبا 33% من الشعب اللبناني عندهم نصاحه ثمنه بدانه. يعني اوف، يعني عم نحكي كيف بدنا نحددهم، يعني كيف بدنا نحدد انه هون هيدي سمنه عادي او الشيء اللي ممكن يكون مرضي ومميت يعني. صح. ببعض الاحيان كيف بنقدر نحن نعرف من وزننا؟ عندنا بشكل عام شيء بسموه البي ام اي اللي هو الاندكس او معدل السمنه، وعندنا ارقام مثلا من 20 ل 5. طبعا بنشوف الوزن والطول والعمر، لوزن من 20 ل 25 هو الايديال اللي بدنا اياه، من 25 ل 30 بنسميه الاوفر ويت اللي هو زياده الوزن. زياده الوزن معدل السمنه العالمي. ايه. هذا في مثل سكور او اندكس على اساسه اذا بنحسب الطول والوزن ببين معنا اي نوع من يا زياده وزن يا ثمنه مفرطه او ثمنه بتؤدي لمشاكل صحيه كبيره. من 30 وبتطالع، يعني من 30 ل 35 درجه اولى، بعدين درجه ثانيه، فوق ال 40 درجه ثالثه. اي متى ببطل ينفع الدايت؟ اي متى بنوصل لمحل بنقول ما بقى هالشخص لازم يعمل نظام غذائي لانه ما رح ينفع او يمكن بيضر اوقات؟ لا ما هيك؟ هي السمنة مش موافق معي. السمنة علم. نعم. طبعا كل يوم الثاني بيطلع لنا دايت جديد، السوب دايت، الكابج دايت، المدري شو دايت، ستارف دايت. كل يوم كل يوم دايت شكل، وبالفعل بيضعفوا الناس، بعد شهرين ثلاثه بيرجعوا بينصحوا وهيك. It's an ongoing cycle. فالشغلة مش ببساطة إنه كم سعرة بتدخل وكم سعرة بتطلع، مش بهالبساطة. الجسم مرات بيعمل بلوك، يعني يمكن starve yourself، يعني تصومي وتجوع وكذا، وتوصل لمرحلة بصير بلوك، بطل فيك تضعفي. ففي كتير ناس مع الأسف، صح نحن بأمريكا مثلا نجي بنقول إنه قبل ما نعمل أي عملية بدنا 6 أشهر دايت وأكسرسايز، إذا فشلتي ساعتها بيغطوا لك العملية. مع الأسف 60-70% من الناس they fail، يعني بيفشلوا على الدايت، مش لأنه هني شرهين أو هني ما عندهم إرادة، لا هيدا الجسم هيك. هلا بترتبط كمان بترتبط كمان بالسايكولوجي، بالكالتشر، بالإرادة. هلا يمكن دكتور عصام عنده خبرة يمكن بالبوبوليشن اللي بأمريكا. بوبوليشن بأمريكا مثل ما بقول هو بتكون شغلة منظمة، يعني بيكون في مشوار بالتريتمنت او بالعلاج او بالابروتش او بالمانجمنت. نحن الشعب اللبناني بتعرفي نحن شعب بحر متوسط، يعني ميديتراني،
بحب الاكل، بحب الظهرات، اللايف ستايل كثير كثير مختلفه من بلد لبلد. بس بنحافظ شوي يمكن اكثر على شكلنا، بنحافظ بنحاول نحافظ، بس الدايت نحن عم نحكي الناس اللي بحاجه، عم نحكي قديش الدايت ممكن يكون اكوريت، قد ايه ممكن نعتمد عليه للدايت. تقريبا اكثر من 60-70% اللي بيكون عندهم ثمنه او زياده بالوزن مهمه، الدايت ما بيكون هو الوسيله كلونج تيرم مانجمنت، ما بيكون هو الوسيله اللي بتؤدي لمحاربه الثمنه ومحاربه زياده الوزن. مشان هيك اكيد لوحده ما هيكفي، اوكي اذا بدنا نحكي ب 100 مريض يمكن عندك 20-30 مريض يمشي حالهم على الدايت، بعدين عندك هال 70 مريض بدك تشوفي بقى، او 70 حاله اذا مش مريض، في منهم ثمنه مرضيه، في منهم زياده وزن. هون يمكن لحنا العمليه الجراحيه لمين؟ للي عندهم اوبيزيتي موربيد، هي اللي عم نحكي عنه لحنا بتصنيفنا. اللي عنده زياده وزن، او خصوصا بس يبلش فيه امراض مثل كوليسترول او ضغط او قلب او سكري او غيره، لازم يضعف. نفشل بالدايت، على فكره اللونج تيرم ستاديز، اللونج تيرم يعني سنين وسنين، بنشوف انه 90% من اللي بلشوا على الدايت اكساز بيرجع بينصح. بس 10% اللي حظه الحلو يعني لما ننصح من الاساس دخيلكم، لانه ما بعد في رجوع اذا رجعنا. طبعا لا هي درست على سايز كمان 10-15 سنه عم نحكي. هلا لنا 60-70% على اول سنتين ثلاثه، بس على المدى الطويل كثير بيرجعوا مع الاسف. هول صار بدهم تداخل. يعني البي ام اي قد ايه لازم يكون؟ تحت 30، من 25 ل 30 هي منطقه محيره. يعني من 30 وما فوق صار بدهم عمليات جراحيه، صار بدهم تدخل عمليات جراحيه. مش ضروري الجراحيه، بدهم انترفنشن. مش شو الانترفنشن الجديده لكن؟ مضبوط، نحن اللي حكيتي عنها. هيدي اللي عم فرجتني على الفيديو هلا. نعم. هلا مبينه على الفيديو، نحن يعني بتعرفي العمليات، انا شارح شوي يمكن كمان عليها بالبدايه. العمليات الجراحية تطورت، يعني من زمان كانوا من قبل 30 سنة كانت أغلبية العمليات هي تيجي بالشق البطن. صح. بعدين صار في عمليات جراحة المنظار، يعني في عنا منفوت على البطن بثلاثة أو أربع أماكن، ومنفوت على البطن ومنشيل المرارة، أو بعدين تطورت عم نحكي على البدانة، ومعنا دكتور هيثم فوال كمان هو بالتيم، لحنا ثلاثة. دكتور هيثم فوال هو جراحة، اختصاصي جراحة، لحنا أنا ودكتور عصام مطر اختصاصي بالتنظير. يعني لحنا عم نحاول نستبدل أو عم نحاول نلاقي بدائل، مش عند كل الناس، بدائل عند بعض الناس اللي عنده زيادة بالوزن، ما عنده ثمنة مفرطة كتير عالية. بلشت هيدي التكنيك، هاي التكنيك اللي احنا عم نستعيد عن العمليه الجراحيه الكامله بعمليه عن طريق الفم بالمنظار. يعني هالعمليه كليا عم تكون من ما فيها ولا من الالف للياء، فروم اي تو زي، من بنطلع بنفوت بالتم وبنرجع بنطلع ناضور بالتم، ما فيها اي شيء. بس شو بيصير يعني هالعمليه الجراحيه شو بتعمل؟ بتصغر المعده؟ بتقص المعده؟ بتسكر؟ يعني كيف يعني بنسميها بامريكا الاكورديون؟ كيف الاكورديون؟ اوكي، بيكون كبير هيك، من ضبه بصير 10-20 سنتي. نفس الشيء المعده كبيره، من خيطها ومنصغرها بتصير هيك. شو كمان بنسميها؟ بنقول بكون شكلها مثل الجره، بتصير مثل الموزه. اوف، بنانا شيب. ايه بنانا شيب. قد بنقدر نصغرها؟ تقريبا 70%، 60-70%. ايه 60-70% ايزي يعني. نعم. وفي ناس ممكن نصغرهم اكثر اذا عملنا دبل لاير. فمعدل 70% من المعده بيصغر. نعم. وهيدي نجاحها وجمالها، انه من دون اي تداخل، كله عن طريق التم الفوتي والطلعه، ما في لا فتحات بالبطن ولا شق ولا شيء. وبعد قد ايه بيصيروا يضعفوا الاشخاص، بيخسروا وزن؟ نحن بالحقيقه صرنا عملنا اول حالتين بلبنان من صح. من 6 أسابيع عصام. لا ما صرنا قلنا 4 أسابيع كمان، من شهر عملنا اول حالتين صارت بلبنان. صح. بمستشفى فؤاد خوري بام جي جروب. وهلا نحن بلشنا فيها، تقريبا جبنا كل المعدات وكل التجهيزات، صرنا جاهزين فيها. اول عم نحكي على المرضى اللي انعملوا اول اثنين، اكيد بالعالم في يمكن اكثر من 2500 حاله هلا صارت، صار يمكن اكثر. هذه احصائيات السنه الماضيه، هلا وصلوا يمكن بالفوق ال 5-7000 بقت. اي نحن ال 2500 هلا المنشورين بالجورنالز، يعني بالاحصاءات او بالمجلات الطبيه. هاي العمليه ادت لريكفري سريعه، يعني هاي العمليه اللي احنا عم نفوت، مش بس انه عم نخيط المعده او نصغرها،
ممكن بالعملية الجراحية كمان يصير في تصغير. نحن الأفونتاج تبعنا أنه ريكفري سريع، يعني المريض عم يطلع بنفس النهار على البيت. يعني تاني يوم مش ضروري تاني يوم أو تالت يوم رابع يوم عم بيروح على شغله. يعني بالويك أند في يقعد بالبيت ياخد أدويته بالبيت، أدوية الوجع، أدوية الغثيان أو الاستفراغ. أكثر شيء بيصير فيه غثيان يعني، والتنين بيرجع على شغله إذا عملها الجمعة وبعد يومين ثلاثة. يعني ريكفري سريعة كتير. الوجع نفسه عند نوعين العمليات يعني هلا الوجع بضل أقل من الجراحة، لأن ما في بيكون الوجع الداخلي فقط. وجع داخلي واتس بين يعني شدت المعدة بس عم تشد المعدة. أوكي. وحلاوتها المريض ما بيبقى بالمستشفى، يعني 90% من المرضى فما أكثر يعني ورا ثلاث ساعات بيرجعوا على بيتهم. كثير عندي اسئله بدي اجرب لحق اسالهم بهالدقيقه ونص اللي باقيين. بعد قد ايه بيشفى كليا؟ يعني ما بقعد فيه وجع الم عم نحكي. About 5 days. خمس ايام تقريبا. خمس ايام. وبيبلش يخسر وزن بشكل كثير سريع او بشكل لا. منطقي. هاي جماله كمان. اللي بيعمل عمليه يمكن يخسر 20 30 كيلو بشهر. صحيح. سوري بيضعف بيصير يعني مثل الممروض يعني بيصير الوقت. مزبوط. هاي لا مثل المريضين اللي عملناهم عليه. اول مريض خسر عندنا 8 كيلو بهالشهر، والثاني حكيته امبارح 11، والثاني 11 كيلو. هلا الشهر الجاي بيضعفوا نفس الشيء، فكل شهر بيضعفوا الافرج 7 ل 10 كيلو. ليه هالفرق؟ التدريجي، لانه ما في على حسب قد ايه كمان وزنه الاساسي. يعني واحد اذا كان وزنه 110 بصير بيخسر اسرع. اسرع هي نسبه خساره. 95 كيلو مثلا بده يوصل لل 70 بيوصلون بثلاث أربعة أشهر. نعم. يعني هي الاكسس ويت لاس، يعني نعم. هي قديش في زيادة بالوزن. مش كميات الكيلو اللي بيخسرها، منا ستاندرد من نعم. يعني بتختلف من شخص لتاني. شو السايد افكت؟ ومين الأشخاص اللي ما فيهم أبدا يعملوا هيك انترفنشن؟ تقريبا أنه ما فيهم ما فيه بشكل اللي ما عنده زيادة فيهم. بالوزن يعني ما في شخص هيدي مختلفة عليها ما في شخص يقول نزلني 4 كيلو مثلا. في أساليب تانية ممكن تبعها. أنا أوريدي كنت حكي عنها. في أساليب تقنيات كمان كتير نان انفيزف كمان فينا، بس بده يكون تقريبا يعني على القليل بدنا نخسره 15 كيلو وما فوق. بس ممكن يكون في سايد افكت، عوارض جانبية معينة. عوارض جانبية أكتر شيء هي العيان النفس، استفراغ. مرات مريض بنفس الوقت بصير فيه نزيف، مثل عم بيعمل زيادة في عوارض جانبية. عوارضها الجانبية قليلة إلى معدومة. إلى معدومة. معدومة تقريبا. أوف. معدومة يعني مثل الزايدة مثل أقل كمان. أنا عندي مرشح هون بألايف ممكن يكون عندكم. بدي أبقى أعرفكم عليه تحت الهواء. بركة هيك كمان بتحموله صحته بهالطريقة لأنه هي فعلا يعني حماية لصحة الإنسان لحتى يقدر يكمل حياته بشكل أفضل وصحة أكثر. هلا نحن عملنا كولابوريشن البي إس سي. نحن جروب. أنا ودكتور علي الخليل ودكتور هيثم فوال. عملنا كولابوريشن مع مستشفى فؤاد خوري البي ام جي. اتس اكسكلوسيفلي حصريا رح تنعمل مستشفى فؤاد خوري العمليه. هلا بدي اقول انه كمان كل الارقام والادرسز مرقوا على شاشه، بيقدروا يتصلوا فيكم طبعا تحت الهواء لباقي التفاصيل. اهلا وسهلا فيكم دكتور مطر ودكتور خليل. رح ناخذ بريك صغير وبنرجع.